أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإن يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء وهل أتاك حديث موسى
اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى
فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تخف.
جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء صدق الله العظيم.